غنتكلموا على واحد النبته اللي معروفه عندنا عرقسوس. شنو هي هاد النبته؟ شنو الفوائد ديالها الصحيه والعلاجيه؟ واش استعمال عرقسوس لانه عنده واحد المذاق زوين، واش استعماله بكثره ممكن تكون عنده اضرار جانبيه على الصحه ديالنا؟ هاد الاجوبه كلها او الاسئله كلها الاجوبه ديالها رفقه الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدله ومختص في تداوي بالاعشاب ورئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. دكتور عماد، شخبارك؟ صباح النور، بخير وعلى خير. ملي كنصبح عليكم، ملي كنبدا الاسبوع ديالي معك اختي لمياء ومع الاخوات ديالنا مع العائله الكبيره ديالنا ديال الاصوات، مرحبا ومرحبا بهم ومرحبا بجميع اسئلتهم. اهلا وسهلا بك دكتور عماد. عرقسوس حنا كنعرفوه بانه عنده واحد المذاق زوين، اكيد المذاق ديالو حلو، ولكن عرقسوس كنبته شنو هو؟ نعم، فعرقسوس كنبته هو عباره على واحد طريفات او عويدات ديال واحد الشجره اللي كتسمى غليسيريزا غلابرا، هذا هو الاسم ديالها اللاتيني، من الاشجار القديمه جدا اللي كانت كتستعمل في عده علاجات، كانت كتستعمل في عده حضارات، كانت كتستعمل في عده طقوس دينيه لبعض الحضارات يعني في المعتقدات ديالهم. وهذه نبته كما كنقولوا احنا تبارك الله بلادنا المغرب هو هذاك المشتل ديال 95% ديال المواد او ديال النباتات العلاجيه او النباتات اللي كنستعملوها في الصيدله وكنستعملوها كعلاجات طبيعيه، منهم هاد 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 هاد, هاد العويد او منهم هاد الماده هذه اللي هي عرقسوس. اذا عرقسوس من الاسم اللاتيني ديالها اللي هي غليسيريزا غلابرا يشتق الاسم ديال المكون الاساسي فيها. اذا ملي كناخذوا عرقسوس شنو فيه مهم جدا؟ اللي كيعطيه ديك النكهه، اللي كيعطيه داك اللون اللي كيكون اصفر لداخل اللي هو لا غليسيريزين. غليسيريزين ماده مهمه جدا، لاش كتصلح؟ كتصلح المناعه، اذا الناس اللي كتكون عندهم المناعه هابطه، كتصلح للتقويه او لتوطيد الهرمونات، كتصلح لتصفيه الجسم من السموم، وخاصه واحد الميزه جميله في عرقسوس انه يصفي الجسم من السموم الكيميائيه اكثر، لان كنعرفوا التغذيه ديالنا كتكون مليئه ببعض الفضلات او الشوائب ديال المكونات الكيميائيه منها المواد الحافظه، فعرقسوس كيعاوننا باش كنتخلصوا من هاد الفضلات هذه. عرقسوس كيسرع الدوره الدمويه، عرقسوس كيصلح للناس او الاخوات او تحت الاخوان اللي كيكون عندهم الضغط منخفض، فهو جميل جدا للناس اللي كيكون عندهم الضغط منخفض. كيصلح الاطفال كمقوي كمساعد على تقويه الذاكره كذلك. وعرقسوس له مزايا كثيره وعديده، وكيعاون حتى في تنشيط الجهاز العصبي، يعني الناس اللي كيكون عندهم واحد العياء شديد، واحد الارتخاء في الحياه ديالهم، فاذا كانوا كياخذوا عرقسوس كيعطينا واحد النشاط واحد الحيويه. ولكن دائما كنعرفوا ان اي نبته نشيطه بيولوجيا او اي نبته كيكون فيها واحد التاثير بيولوجي على الجسم ديالنا كيكون ما هو صالح وكيكون كذلك ما هو طالح واللي كيمكن ياثر لنا على الصحه ديالنا. فعرقسوس الوليدات اللي قل من سنه ما نعطيوهش ليهم. الطريقه الامنه في استعمال عرقسوس هو معلقه صغيره ديال عرقسوس مطحون اللي كنديروها في كاس صغير ديال الماء المغلى وكنشربوها. المده ديال الاستعمال ديالها ما غنفوتوش 15 يوم، لان الا فتنا من 15 يوم بالنسبه للذكور يعني الرجال، علاش؟ لانها الا كثر منها الرجل كيمكن تسبب ليه في خفض الخصوبه وفي خفض يعني ديك القوه ديالو. نردوا البال، الرجال ما خصهمش يكثروا من عرقسوس، على غرار النساء ماشي مشكل انهم ياخذوا عرقسوس حتى مده ديال شهرين حتى المده ديال ثلاثه اشهر بهالطريقه هذه، فما غادي يخافوا والو. هذا مزيان، ولكن شكون ما خصوش ياخذهم؟ ما خصش تاخذهم المراه الحامل، ما خص تاخذهم المراه اللي كترضع، ما خص ياخذهم انسان اللي كيكون عنده قرحه المعده. عرقسوس كذلك ما كياخذوش الانسان اللي عنده الضغط مرتفع، لان عرقسوس كيرفع علينا الضغط ديال الجسم ديالنا. ما كياخذوش الناس اللي عندهم الحاصه في الكيلي ولا في المراره، الناس كذلك اللي كيكون عندهم واحد
كما كنقولوا الربو ذاك اللي كيكون عندهم دوك الازمات ديال الربو او دوك النوبات ديال الربو، فنردوا البال اننا ما ناخذوش عرق سوس لانه كيمكن يزيد لينا من الحده ديال الربو. على غرار الا كان عندنا مثلا واحد الكحه عامره، وحنا راه دابا راه هذه هي وقتها، الا عندنا الكحه عامره ولا عندنا الصدر ديالنا يعني عامر وما يكونش فينا الضيقه، اذا الا كان الانسان عادي راه كنعرفوا كيضربوا البرد المنزله كيضربوا البرد كيعمر ليه الصدر ديالو، ولا كتكون عنده واحد الكحبه اللي هي عامره، يستعمل عرق سوس كيعاون في تصفيه الجهاز التنفسي. ولكن اذا كان هذا عنده علاقه بالربو وعنده علاقه بالضيقه، فهنا كنلتجؤوا الادويه اللي كيعطينا الطبيب. عرق سوس ما نخلطوهاش مع الادويه ديال الطونسيون، ما نخلطوهاش مع الادويه ديال الداء السكري، ما نخلطوهاش كذلك مع الادويه الا كاين بعض النساء اللي كيستعملوا هرمونات، سواء هرمونات لمنع الحمل او هرمونات اللي كيستعملوهم في الحياه لتحسين جوده الهرمونات، فنحاولوا اننا نتجنبوا عرق سوس. وكذلك الناس اللي كتكون مقبله على عمليه جراحيه فما يستعملوش عرق سوس، لان كيدخل في تفاعل مع يعني داك المواد اللي كتبنج، يعني لي باربيتيوغات ولا اي نوع اخر من المبنجات. يعني اللي غيدير شي عمليه ما ياخذوش عرق سوس المده ديال يومين باش ما يبقاليش في الدم ديالو، لانه كيمكن يدخل في التفاعل مع ذاك البنج اللي كيتعطى للناس. وهذا هو يعني الفائده والطريقه الامنه في استعمال عرق سوس. عندنا السؤال ديال حنان اللي كتقول لك دكتور عماد، الا زدنا عرق سوس على الوصفه ديال دكتور عماد ديال القولون العصبي النافع الخروب والباديانه، واش مزيان للقبض؟ فهذه ما تبقاش وصفه ديالي. دابا راه هي قالت لك وصفتك وبغات دير الاضافه ديالها. لا نعم لا اختي، شوف شكرا كنشكرها بزاف، ولكن راه مبادره جميله جدا انها تسول قبل ما تدير. وديما كنقول لكم ان الوصفه راه كيما نعطيها لكم خذوها هكاك، لان الا زدنا مكون في الوصفه ولا نقصنا مكون ما كتبقاش ديك الوصفه متكامله، وما كتبقاش عندها ديك الفائده العلاجيه ديالها. فإلا بغيتي اختي تستعملي عرق سوس، استعمليه بوحدو، وانك ديري معلقه صغيره ديالو مطحون في كاس صغير ديال الماء مغلي كما قلنا، وخذيه في الصباح بعد الفطور، فغيعطيك واحد الفائده هائله، وغادي يصلح يعني غيعطيك واحد الحيويه النهار كامل. والاخوات انا كنشجعهم اللي ما عندهمش الطونسيون طالع واللي ما حاملاش واللي ما كترضعش، عرق سوس ما يخطاهاش من دارها، يعني تستعملو فهو فيه واحد الفائده كبيره. اللي نسينا هو الفائده اللي اكبر هو الجمال. مازال نهضروا على الجمال. مرحبا. مازال نهضروا على الجمال ديال عرق سوس، لانه حنا ما نهضروش على الجمال، نهضروا على الصحه وعلى الجمال. قبل ما نمشيو للجمال، حنا عاده الدكتور كندير واحد العويد ديال عرق سوس ديالنا، كنبقى الانسان كيبقى يبرد فيه الغدايد النهار كامل. فواش هذه طريقه صحيه اننا نستعملوا بها العرق سوس او لا بالطريقه اللي عطيتي؟ مهم جدا اختي لمياء، لان شوف لا غليسيريزين الا ما كانتش درجه الحراره مرتفعه مع الماء، لانه هو يحب الماء، هيدروفيل كيتسمى محب للماء، فما غاديش تخرج هذيك الماده. يعني ديك الماده كتبقى في دوك الالياف، الا شتي راه كاين واحد الشعيرات كيكونوا عندنا في عرق سوس، فمن الاحسن ناخذوه بهذه الطريقه هذه. بغينا ناخذوا عرق سوس على ديك الطريقه، فهذيك الطريقه غادي يكون في شكل مسواك، فتا هو كيمكن تستعمل باش كان يعني للاستياك به لتنظيف الاسنان بحال شكل عود الاراك، والاستياك به لا مانع ان الانسان يستعمله، غير هو القوه ديالو في هذه الطريقه اللي قلت لكم اننا خصها تكون عندنا واحد 10 غرام ديالو مطحونه ونديروها في الماء مغلي باش يمكن يطلق لنا الماده المعالجه. عندنا عبد الحق كيسولك دكتور عماد، قال لك انا مبلي بعرق السوس كنديرو دائما في الفم ديالي، ولكن مؤخرا جاني واحد الالتهاب على مستوى اللثه ديال الاسنان، واش يقدر يكون هو السبب؟ اذا كان قاصح، اذا كنت اخي العزيز كتحك به وكتبرك على اللثه ديالك، فيمكن يعطيك هذه الجروحات هذه ويعطيك هذه الالتهابات، لان راه ديك المنطقه ديك الحيمه اللي كتكون فيها كتكون حساسه بزاف. دابا نرجعوا للجمال الدكتور. مرحبا. عرق سوس كاين شي زيت ديال عرق سوس؟ كتكون، ولكن كيكون نعم يا اما غتكون الزيت الاساسي، غتستخرج الزيت الاساسي وكنصايبوا منها الويل فيجيتال، ولا كيكون عن طريق التنقيع او ما يسمى بلا ماسيغاسيون. يعني شنو هي لا ماسيغاسيون؟ كنحكوا النبته وكنزيدوا عليها زيت نوار الشمس، وكنخليوها واحد المده حتى كتطلق هذيك الماده فيها. فهذه هي الزيت اللي كيمكننا ناخذوا بها زيت عرق سوس. واخا الطريقه ديال الجمال، فإلا بغينا نستعملوه الجمال فغادي ناخذوا معلقه صغيره مطحونه مغربله، وكنضيفوها يا اما على كاس صغير ديال الحليب الساخن،
حتى يطلق، نديروا القطن وندوزوا به على البشره ديالنا والرقبه، نخليوه نصف ساعه ونغسلوه. هذاك المحلول كنحتفظوا به في الثلاجه مده 15 يوم، نعاودوا نديروا محلول اخر. بغينا ندخلوه في جمال الشعر، فهذاك المحلول يمكننا نخللوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا ونخليه ساعه ونغسلوه ونستعملوه جوج المرات في الاسبوع، حتى هو كيصلح للشعر. بغينا نزيدوا وصفه اخرى للشعر بعرق سوس، يمكننا نديروا معلقه صغيره ديال عرق سوس مطحون، معلقه صغيره ديال الورد البلدي مطحون، ونضيفوا لها نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطوه فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، نخليوه ليله، نطفيوه عليه ونخليوه ليله حتى كيطلق، نصفيوه وندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، ونخليوه مده ساعه ونغسلوه جوج المرات في الاسبوع مده ديال ثلاثه اشهر، او الا ما لقينا زيت الزيتون نستعملوا الوصفه بزيت نوار الشمس. عندنا السؤال ديال فرح كتقول لك الا عصرنا الزيتون في اله ديال التقطير بدرجه الحراره المرتفعه، واش غادي نستافدوا من الفوائد ديالها ولا تتفقدها بسبب الحراره؟ فالطريقه ديال التقطير بدرجه الحراره المرتفعه هي شوف مرتفعه، كل مادة طبيعية عندها أقصى درجة الحرارة للتقطير، حين ما عرفناش الدرجة ديال التقطير أو درجة ديال الحرارة المعينة، غير هو راه كيكون أختي واحد كما كنقولوا حنا واحد لي ريفيرونس، واحد كما واحد الكتيب اللي كيكون فيه درجة حرارة تقطير المواد الطبيعية، أو كيكون فيه تقطير المواد الطبيعية عن طريق بالبرودة، أو درجة الحرارة شحال خصك تعطي ديال درجة الحرارة باش يكون هذا التقطير هذا. فأنا كنصحك أنك تاخذي هذا الكتيب هذا، ولا تبحث في الإنترنت غادي تلقى هاد المسألة هذه، ويمكن لها تستعمله إن شاء الله. عندنا السؤال ديال إكرام من مدينة طنجة، مرحبا بك إكرام. وعليكم السلام. مرحبا بك على أصوات. بارك الله فيك. عفاك عندي واحد السؤال آخر على الموضوع ديال عرق السوس. تفضلي إكرام. بغيت نسول الدكتور عماد، كان عطى واحد الوصفة هذيك ديال شجرة الأرز بالنسبة للقامة ديال الأطفال. شجرة الأرز بالنسبة للقامة ديال الأطفال، أي نعم. شحال في عمر الطفل ديالك؟ عمرها 6 سنين. شحال في عمر أختي؟ 6 سنين. ايه مرحبا مرحبا. غير شنو هي، خديت انا ذاك الزيت جاه مجهد، ما بغاتش تاخذه اللي كتعيق به اي حاجه. ماشي مشكل، ماشي زيت الارز. شنو عندك؟ وزيت الارز، زيت الارز طبيعي ولا عندك الروح ديال زيت الارز؟ لا ماشي الروح، زيت اخر ماشي الاساس، طبيعي. طبيعي صافي تفهمنا. واخا هذيك معلقه صغيره اختي خلطيها لها مع اي حاجه كتكون كتاخذها البنيته، يمكن لك ديك معلقه صغيره تخلطيها لها مع زيت الزيتون، إلا ما قدرتش عليها خلطيها لها مع العسل. مع العسل. مع معلقة كبيرة ديال العسل، صافي راه غادي تذوب وسط العسل ما غاديش تحس بها. بالنسبة لقيت بديك على هذيك القرعة صالحة حتى للوجه، واش مزيانة؟ الوجه؟ الوجه؟ يعني دايرين فيها. ماشي مشكل، ماشي مشكل، يمكن لك تستعملي الوجه أختي. دهني شوية منه، دهني على البشرة ديالك والرقبة، وتخليه واحد المدة ديال نصف ساعة وتمسحيه. طيب وبالنسبة للأرز يعني الطول ديال الوليدات دكتور عماد، نعم. كان عندنا الزيت الأساسية كيفاش غادي نستعملوها؟ نعم الزيت الأساسية يعني الروح الويلي سونسيل كتكون في قريعات صغار وكتكون بحال الماء، ما كتكونش الزيت. كنديروا 10 ديال النقيطات في معلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس ولا معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، كنخلطوها وكنعطيوها للوليدات من 6 سنين حتى 13 سنه، كنعطيهم نص معلقه صغيره في الصباح ونص معلقه صغيره في الليل، ومن 13 سنه فما فوق فكنعطيهم معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل. نعم. طيب غادي ناخذوا ناديه معنا من مدينه الرباط. ناديه السلام عليكم. خير. مرحبا. صباح الخير اختي لمياء لاباس. صباح النور ناديه. على خير الوليدات. الحمد لله ناديه. الحمد لله دكتور عماد فافا، كي داير سيدي لاباس عليك؟ الحمد لله بخير، ملي كنسمع صوتكم اختي. جميع يا ربي امين، بالصحه والسلامه للجميع. الله يبارك فيك اختي، مرحبا مرحبا. ربي يخليك. عندي سؤال، عندي ماكوزين عاد اكتشفت سرطان ديال الثدي. اييه يلاه دارت الحصه الثالثه دابا من لاشيميو. الله يجيب لها الشفاء ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين. حاولت نعيط لك الاسبوع اللي فات تاع ما توفقتش على سبيرولينا وعلى على اين. المهم دابا دايره ان ريجيم، المهم الحمد لله على اللي مكتب عليها سيدي ربي اللهم لك الحمد. دابا الناس كيبقاو يهضروا معاها بزاف، خصك تاخذي الحلبه، خصك ديري هذه. انا عيطت لك غير شنو هو الاشياء اللي مرضى السرطان خصهم ياخذوهم واللي ما خصهمش ياخذوهم، لا من ناحيه الخضر والفواكه لا من ناحيه الاعشاب. خصيصا حنايا انا زعما هذا التليفون عيطت لك خصوصا على قبل الاعشاب.
وهي اسمح لي وهي عندها لا طونسيون طالعه كتطلع لها لا طونسيون. وبالنسبه للسبيرولين ملي كتاخذها حاجه كتدير لا دياري ولي فوميسمون. نعم واخا الله يجيب الشفاء ناديه. نعم باش نسول اخت ناديه اش من شنو قال لها الطبيب اش من صطاد عندها دابا؟ شكرا بزاف اختي ناديه. اختي ناديه بغيت نسولك على اش من شنو قال لها الطبيب اش من صطاد يعني في الاوائل ديالو؟ صطاد 2 جو بونس حيت هي النوديول لقينا فيها 5 فيرغول شي حاجه. نعم هو شنو وانا واحد النصيحه سمحوا لي نقولها لجميع الخوتي والاخوات ديالي الفحص المبكر لها المشكل اللي طاحت فيه ماكوزين هو الخوف. كانت كتحس بشي حاجه في لوسان ديالها وداك الخوف كتحاول كتقنع راسها بان راه ما عندها حتى شي حاجه. فعلا حتى داك الشيء بدا كيبان عاد باش حنا ما عدينا للطبيب اذا فاش عاد والله يجيب الشفاء ناديه يا ربي يا مينا حبيبه يا ربي يا مينا. شو سميت الاخت اختي؟ اسيدي شو سميت الاخت؟ ماكوزين؟ اييه فاطمه مرحبا. لا فاطمه هذه المساله هذه فعلا دكتور عماد اي مريض ديال السرطان الناس ربما ملي كيجيو كيبداو يعطوك هذه الوصفات والاقتراحات الناس تيخاف الناس كيقولوا ناخذ الاجر نعاون ذاك الانسان ولكن ما كنراعيوش النفسيه ديالو راه ما نبقاوش هو العالم بغير الله متبع واحد البروتوكول علاجي اللي قاصح ماشي ساهل وفي نفس الوقت خصو واحد النظام غذائي متوازن وكنزيدوا عليهم بعض الوصفات اللي حنا ما عارفينش واش صح ولا لا غير سمعناها من كلام من هنا وكلام من هنا دكتور عماد. نعم نعم فبعدا كنتكلموا مع الاخت فاطمه كنقول لها شوف اختي الله يجيب لك الشفاء ان شاء الله. اللهم امين. كنتكلموا مع جميع الاخوات اللي كيعانيوا من هذا المرض هذا مرض ما ساهلش الله يجيب الشفاء والله يقعد وسادكم على خير والله يشافيكم ويعافيكم ان شاء الله. وينزل الألطاف الخفية وينزل اللطف فيما جرت به المقادير أسأل الله العلي القرير أن يشفيكم بإذن الله وكل من كيعاني من شي مرض عضال كيف ما كان. لأن تأثرت بزاف بهذه المسألة لأن هادشي ما سهلش لأن فقدنا بزاف ديال الناس الإعزاز بزاف ديال الناس بهذا المرض وباش بأنهم التجؤوا لعدة أعشاب التجؤوا لعدة مواد اللي لا علاقة لها بالعلاج. ماشي حنا كنقولوا لختي فاطمة بأنها راه بالعكس هذه بادرة جميلة جدا من 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 لاكوزين ديالها اللي خبراتنا وقالت لنا شنو كاين. فأنا غير بغيت نوجه رسالة لهاد الناس كاملين كافة. قلبنا على أحبابنا، قلبنا على الأصدقاء ديالنا، قلبنا على الناس اللي كيكونوا مرض، ولكن الله يرحم الوالدين ما تبقاش تكونوا أطباء أنفسكم، لأن طبيب او المختص في الانكولوجيا وفي مرض ديال السرطان راه واحد الانسان ولا واحد الانسان اللي قراو اللي داروا بزاف ديال المجهودات اللي داروا بزاف ديال التجارب وكيعرفوا شنو هو السرطان. لان سمحوا لي بغيت نوقف على هذه المساله هذه لان بزاف كيمشي غلط. راه السرطان ماشي حاجه واحده، السرطان راه عده انواع. راه كاين سرطان اللي كيتنفخ اللي كيتكاثر بحال الشكل ديال الثدي، كاين سرطان اللي كياكل يعني كينقص اللي بحال هو السرطان ديال العظام، كاين السرطان ديال الدم، كاين انواع كثيره ديال السرطانات، وكل سرطان او نوع ديال السرطان عنده علاج خاص به. فردوا البال من هذه المساله. انا كنقول من هاد يعني في هاد مع العائله ديالي ومع الاخوات ديالي وفي هاد يعني في هاد المكان هذا راه ما كاينش علاج طبيعي نهائي للسرطان. راه اي حاجه طبيعيه غادي تاخذوها باش تستعملوها كعلاج تسرعون التكاثر ديال السرطان ولا كتبطلوا المفعول ديال الدواء. شوفوا شحال كتمشيو وشحال كتكرفصوا والله يحسن العوان. وكاين اللي كيجي من 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 اقطار مختلفه وكيجي من بلايص باش كيتنقل للمستشفيات باش ياخذ علاج وفي الاخر داك الشيء كيتضرب في الزيرو بحال اللي كيخويه في الرمله. علاش؟ لانه مش اخذ بعض النباتات. راه برزطم ماشي نبته كتعالج السرطان، برزطم كدير القصر الكلوي. الدغموس حتى هو كيزيد من الحده ديال السرطان، انا دابا كنقول لكم الاعشاب اللي كيقول لكم شربوا. الحرمل السم، الحرمل الا خديته كتاخذوا السم كتشربوا السم وكتسرعوا يعني كيمكن لا قدر الله تؤدي بكم الوفاه، ونباتات اخرى واخرى واخرى. فالسرطان ما كنستعملوش هادشي. نعم. على الحلبه. نعم. لا حيت حنا بغينا كلشي يستافد. لا فهمت هي. الحلبه ما عندها حتى شي. الحلبه انا جاي للحلبه لان الحلبه كتسرع الدورة الدموية وكالحلبة من المواد الطبيعية اللي ما كندخلوهاش مع أدوية أخرى.
كتسمى يعني سي ان انطوغونيست. انطوغونيست يعني اللي كيحبس لينا المفعول ديال الادويه. والحلبه انا هضرت عليها مرارا وتكرارا انها نبته الانسان يتجنبها، لحنا لان حنا عندنا هنا الزريعه ديال الحلبه، راه ما عندناش النبته ديال الحلبه، حيت النبته ديال الحلبه هي اللي كتستعمل في العلاجات. هذا من جهه، واخا هضرنا ما هو صعيب وهضرنا ما هو يعني كان خصنا نهضروا عليه، ولكن اختي اش كنقول لك اختي فاطمه وكنقولها لكل اخت الحمد لله كتعاني وخاصه من سرطان الثدي. سرطان الثدي يعالج، سرطان الثدي الحمد لله اصبح من السرطانات اللي بفضل الله تعالى كيتغلبوا عليه الاطباء والطبيبات، مشكورين المختصين في هذا المجال. فشوفي اختي النصيحه اللي غنصحكم اخوكم عماد انت وجميع الاخوات الامراض بهذا المشكل، التغذيه السليمه راه معروفه، راكم كتعرفوا تبارك الله الماكله اللي هي سليمه، انتم ما غاديش تخفى عليكم. ثانيا الماء، نشرب الماء بزاف. ثالثا انني التزم بالادويه ديالي، ورابعا الماء، الماء هو الدواء، الماء هو الشفاء. ان كل ما شربتوا الماء بزاف كل ما كتخليوا الفضلات يخرجوا من الداس ديالكم، كل ما كتخليوا الجسم ديالكم انه يرتاح، والحمد لله الامور غادي تكون بخير. منين تحسوا براسكم وليتوا شويه الحركيه، يعني نتحركوا نبدل هذاك الجو المرضي. العائلات انا كنصحهم يعني هذا عاوتاني هضرنا مع الناس اللي يعني اللي مرضى الله يشافيهم، والعائلات الله يجازيكم بخير، حاولوا دائما هاد الناس توفروا لهم الجو الايجابي، ما نبقاش نجيبوا ليه لا فلانه كانت ولا فلانه دارت ولا فلانه راه وقع عليها هكا ودارت، لا الجو الايجابي دائما كنجيو بالايجابيه دائما الحمد لله السيده، ونجيبوا امثله ديال الشفاء، نجيبوا امثله ديال الامل. اذا واحد السيده راه الحمد لله ولات بخير، لا وخرجي واه الحمد لله، ولا نجي نشوفها واه الحمد لله الوجهيه ديالك راه ولا بخير، راه ما بقاش كما كان، وزدتي شويه في الوزن، واه الشعر الحمد لله راه بدا كينوض هكا، وكنعطيو الطاقه الايجابيه وكنتازروا وكنتضامنوا. فإلا ما كناش غادي نعطيو هذا الشيء، من الاحسن انه ولا كان عندنا وحنا كنكونوا سونسيبل مثلا ما نقدروش نشوفوا او نهضروا، فنحاولوا اننا نتجنبوا هذاك المريض ما نمشوش عنده نهائيا لما غنعطيوش الثقه الايجابيه. وسمحوا لي طولت عليكم، ولكن هذا الموضوع راه كيقيس كل اسره مغربيه، راه ما كاينش شي اسره مغربيه اللي ما كيقيسهاش هذا الموضوع. والله يشافي الجميع، والله يبهد علينا هذا البلاء هذا، واللي مريض الله يقعد وسادو على خير يا رب. اللهم امين. هذا كتقول لك دكتور عماد القولون العصبي، ما خليت حتى شي طبيب، كيخرجوا لي دواء ديال الاعصاب كنقطعوا كنرجع كيف ما كنت. نعم، فالاخت ديالنا غنشوفوا فين عندها العصب، خصها تعرف بعدا، حيت عندها دابا شي حاجه كتعيشها كدير لها العصب. لا شي حاجه يعني في المحيط ديالها عندها شي حاجه اللي كتوترها وكدير لها العصب، فتحاول انها كما كنقولوا ما تردش البال ليها، لان هذاك هو السبب. نعم، اذا خصها ترخف من نفس راسها. هادشي اللي كاين. هند الهاشمي كتقول لك الدكتور عندي الطل الاخضر خديته بزاف من البحر، البشره ديالي دهنيه، بغيت شي وصفه عافاك بها دكتور عماد. من البحر خداته من البحر الطل الاخضر، ما عرفتش انا طين كتقصد، حيت كاين كنظن في البحر الاحمر ميت. كنظن او البحر الميت كاين واحد الطين، فما هو ماشي طين ماشي لارجيل، ماشي ذاك الطين اللي كنهضروا عليه حنايا، يعني ماشي طين ديال ماشي الطين الاخضر، لان الطين الاخضر كيتجمع من الواد يعني في الجوانب ديال الادويه، هو السجين هو باش كنصايبوا الفخار، هذاك باش كنقادوا الفخار، هذاك هو الطين الاخضر. فالناس كتعرف اننا كنجيبوه من الاوديه، ما عرفناش اش من طين علاش كتهضر. فاذا كنتي اختي غير خديتي مثلا ديك الرمله اللي كتكون فازقه كتكون في الجوانب ديال البحر، راه هذاك ماشي هو الطين، هذيك راه الرمله فازقه، فهذيك يمكن لان تضر لك البشره ديالك، ويمكن لان تعطيك بعض النوع ديال الحساسيه. كنتي كما قلتي اختي لمي انها اذا كانت مثلا كتعيش في الاردن او كتعيش في هذه المنطقه وخذات من هذا البحر الميت، خذات هذه العينه، فهو نوع من الطين حتى هو. هذا جميل جدا اننا نديروه للبشره ديالنا والرقبه، ونخليه مده ديال ثلث ساعه ونغسلوه فقط اذا كان هذا الطين ديال البحر الميت. كان الطين الاخضر الا بغات هي الطين الاخضر، الا كانت يعني كتعيش في بلادنا هنا في المغرب وباغا الطين الاخضر، فغتمشي تشري الطين الاخضر وتستعملوا البشره ديالها اللي شد المسام، مثلا دير معلقه الوصفه ديال الطين، غنديروا معلقه صغيره ديال الطين الاخضر وخمسه ديال المعالق كبار ديال الحليب الساخن، ديروا على البشره والرقبه ديالها وتخليه مده ثلث ساعه وتغسلوا، وغتستافد من المزايا ديالو، غيشد ليها المسام، غيحسن ليها الجوده الدوره الدمويه وكيعطي النظر. البشره الدهنيه غيصلح ياك دكتور؟ غيصلح اكيد اكيد. عندنا سؤال ديال بشرى كتقول لك دكتور عماد عندي السكري نوع ثاني وكنشرب الماء ديال الحلبه،
فهذا كما قلت لك اختي لميه، الحلبه راه دائما كيطيح هذا السؤال هذا. اختي ما ننصحكش به لان غتهبط لك الطونسيون غتولي كتهبط بزاف وما طلعش، وغتولي كطيحي في حالات ديال السخفه. الحلبه مع الادويه اللي كتاخذي راه ما كتفاعلش لانها كترفع المفعول ديالها 5 المرات، فلا قدر الله كيمكن تدخلي في الكوما وتدخلي في الاغماء. فلا انصح بالحلبه باش يستعملوها الناس اللي عندهم داء السكري حفاظا على الصحه ديالهم. عندنا السؤال ديال حنان كتقول لك دكتور عماد بغيت نعرف استعمال عرق السوس للاسنان، يعني الا كنحنك به اسناني واش عنده شي اضرار على الاسنان او لا؟ نعم، سؤال جميل جدا. مطحون اختي، وكنشكرك على هذا السؤال، فهو هائل جدا للاسنان. اذا ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال عرق السوس مطحون، ونزيدوا عليها واحد 5 سنتيم ديال السواك. 5 سنتيم ديال السواك، واحد طريف ديال السواك فيه 5 سنتيم، يعني نقولوا مثلا نص صبيع ديال ديال السواك، ونطحنوه مع هذا الخليط هذا، وكنوليو ونغربلوه، كنوليو ناخذوا شويه بالشيتا ديال ديك البودره ونزيدوا عليها معجون الاسنان ونحكوا بها الاسنان ديالنا، فهو هائل جدا لتنظيف وتبييض الاسنان، وهذه وصفه جميله. ملك رمزي كتقول لك عندي بومزوي وعندي ضيق التنفس، واش نقدر نستعمل عرق السوس؟ ماشي مشكله اختي، غتستعمليه بالطريقه اللي قلنا، فهو راه طريقه امنه، يعني معلقه صغيره ديال عرق السوس مطحون مغربل، ونضيفوا ليه كاس صغير ديال الماء المغلى. شكرا لك دكتور عماد، مرحبا للتواصل معك دكتور. فعلى الصفحه الرسميه ديالي فيسبوك جرين فار، رقم مهني 06 61 28 79 78، او على الصفحه ديال الانستغرام dr.imadmisab.s، واللي فيها الشاره الزرقاء فيغيفي، فهذاك هو الحساب الرسمي الوحيد ديالي. شكرا لك دكتور عماد، مرحبا اختي لميه، الله يبارك فيك. ان شاء الله موعدنا.